بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وأطيب أمنياته بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي العاهل السعودي مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة مشيدا جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الاخويه التاريخيه التي تربط مملكه البحرين بالمملكه العربيه السعوديه في شتى المجالات سائلا جلالته المولى جلت قدرته ان يديم على اخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحه والسعاده لمواصله مسيره الخير والتقدم للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه في ظل قيادته الحكيمه